وأخيرا بعد 3 أسابيع من المقاطعة، خرجت إدارة شركة والماس للمياه المعدنية المنتجة للمياه سيديالي التي تشملها المقاطعة عن خلفها، معبرة عن موقفها واستعدادها المشروط من أجل إعادة النظر في أزمنتها، شرطة أن تخفض الحكومة من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 إلى 7%. وحسب بلاغ للشركة، فقد ارتأت الشركة أخذ الوقت للإنصات والتحليل بالشكل والكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين، ولا سيما زبنائها الذين وضعوا ثقتهم فيها. وأشارت الشركة أن قيمة لتر ونصف من ماء سيديالي تباع للعموم منذ 10 و2000 حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5.5 درهم عند التجار بالتقسيط، وأن هذه التعرفة تحدد بحرية من طرف نقطة البيع، وذلك بما يسمح به القانون رقم 0699 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يمكن نقطة البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج. وأبدت الشركة استعدادها في مراجعة الأثمنة شريطة الخفض من الضريبة على القيمة المضافة، حيث كتبت: لهذا ندعو إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7% بدلا من 20%، بحيث أن هذه النسبة هي التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكبر مثل السكر والسردين المعلب على سبيل المثال. وهذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء.